الصلاة في مرابط الإبل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الإبل لا لأجل نجاستها أو ما يكون من قذر فيها، إنما علة ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم أن مرابط الإبل يكون في الإبل من الحركة وعدم السكون ما يجعل المصلي مشوشا غير حاضر الذهن في صلاته، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة في مرابط الإبل وفي أعطان الإبل، جاء ذلك في جملة من الأحاديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث البراء بن عازب وغيره، فصلاتكم صحيحة وليس عليكم شيء.